من الميادين نشرة الأخبار، السلام عليكم وإلى عناوينها. إيران understand that the basis of this بان كي مون يدعو إيران إلى حضور مؤتمر جنيف 2، وطهران تؤكد والائتلاف يعلق مشاركته احتجاجا، وواشنطن تدعو إلى سحب الدعوة ما لم تلتزم طهران بجنيف 1. إيران والدول الست الكبرى تبدأ اليوم تنفيذ اتفاق جنيف النووي وفق خريطة التفاهمات. لقد أحسنتم الاختيار في أول استحقاق لخارطة طريق مستقبلنا. الرئيس المصري يصف الاستفتاء في الدستور بالنجاح الكبير، والإخوان المسلمون يصفونه بالباطل والمزور. قررت الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2014. رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. أهلا بكم. دعوة رسمية تلقتها إيران للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 قبل يومين من انعقاده في مدينة مونترو السويسرية. الدعوة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد محادثات مكثفة مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. بان كي مون قال إن إيران تعهدت لعب دورا إيجابيا وبناء من أجل إنهاء النزاع السوري، وأضاف إنه اتفق ووزير الخارجية الإيراني على أن هدف المحادثات هو إقامة حكومة انتقالية تتمتع بكامل السلطة التنفيذية، وذلك بالتفاهم المتبادل، مشيرا إلى أن الوزير الإيراني تعهد على هذا الأساس أن تلعب بلاده دورا إيجابيا وبناء في المؤتمر المقبل. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن إيران ستكون طرفا في الحل للأزمة السورية. إيران تفهم أن أساس المحادثات هو التنفيذ الكامل لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012، والهدف من المفاوضات هو إقامة هيئة حكومية انتقالية تحظى بسلطات تنفيذية كاملة من خلال الاتفاق المشترك. طهران تعهدت بأن تلعب دورا إيجابيا وبناء إذا طلب منها المشاركة. إلى ذلك، أكدت إيران على لسان معاون وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان استلام إيران الدعوة إلى مؤتمر جنيف 2 رسميا. لم يكد الأمين العام للمنظمة الدولية يؤكد توجيه هذه الدعوة حتى سارع الائتلاف السوري المعارض على لسان أكثر من مسؤول فيه إلى إعلان سحب مشاركته من المؤتمر، بينهم سهير الأتاسي رئيسة وحدة تنسيق الدعم في الائتلاف ولؤي الصافي المتحدث باسم هذا الائتلاف. الأخير قال إن الائتلاف الوطني السوري يعلن أنه سيسحب مشاركته في مؤتمر جنيف 2 ما دام بان كي مون لم يسحب دعوته لإيران. وكان صافي نفسه قد أكد هذه المشاركة والسعي إلى تشكيل الوفد إلى المؤتمر. هذا هو الشيء الرئيسي الذي نحاول القيام به، الحصول على أسماء الوفد في الساعات القليلة القادمة. أيضا نحاول استعراض استراتيجية المفاوضات، لذلك نحن ذاهبون إلى المؤتمر وسنكون على استعداد لطلب ما يستحقه الشعب السوري حقا. وحول دعوة إيران للمشاركة في جنيف 2 ينضم إلينا من هناك وفد الميادين علي هاشم. علي هاشم، صباح الخير، ماذا لديك حول هذه الدعوة من تفاصيل ومعلومات؟ يعني بالنسبة لدعوة إيران، كان هناك الكثير من اللغط حول هذا الموضوع خلال الأيام الماضية. تحديدا يعني هناك موقف واضح كان من المعارضة السورية التي كانت تتحفظ على دعوة إيران، لا بل أنها تطالب إيران بالانسحاب كما تقول من سوريا قبل القبول بدعوتها والجلوس معها على ذات الطاولة في جنيف. لكن كما بدا واضحا فجر اليوم، أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون وجه الدعوة
لإيران، وإيران تلقت الدعوة بشكل رسمي. ما يعني تلا هذا الأمر هو الأمر الذي على ما يبدو قد يفجر جنيف، هذا طبعا في التحليل، لأنه يعني عندما ينسحب الائتلاف الوطني السوري وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالقول بأن إيران عليها الالتزام بجنيف واحد قبل المشاركة في هذا المؤتمر، هذا الأمر ينسف ما وضعته إيران من خطوط حمراء بالنسبة للدعوة. إيران تقول بأن أي دعوة ستوجه لها يجب أن تكون ضمن الأصول وأيضا بدون أي شروط، ويعني هذا الأمر اليوم ينتفي في من خلال الكلام الأمريكي. الآن يعني علينا أن نرى ماذا ستفعل الأمم المتحدة أمام هذه المشكلة، انسحاب الائتلاف، الضغط الأمريكي، وأيضا هي الآن يعني أمام دعوة إيران إلى هذا المؤتمر. اليوم إيران طبعا حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير معاون وزير الخارجية أكد بأنهم استلموا الدعوة، لكن يعني الساعات المقبلة ستعطينا ربما صورة أكثر وضوحا عما ستؤول إليه الأمور. هل ستستمر الأمم المتحدة بدعوة إيران للمشاركة في هذا المؤتمر، أم أن الدعوة ستسحب من جديد بناء على المعطيات الواضحة؟ لكن بشكل عام بالنسبة لإيران، هي تقول بأنها إذا شاركت أو لم تشارك فهي لن تعرقل جنيف 2، لأنها ترى ضرورة في التوصل إلى حل سياسي في سوريا لوقف إراقة الدماء، هذا ما تقوله طهران. وجزء من هذا المسعى التي تتحدث عنه يعني بدأ واضحا خلال الجولة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى لبنان وسوريا والأردن والعراق، ومن ثم توجهه إلى موسكو مع وزير الخارجية السورية وليد المعلم. هذا يعكس التنسيق الكبير ما بين السوريين وبين الإيرانيين، والذي سيتجلى أيضا على طاولة المفاوضات في جنيف. نعم، علي هاشم موفد الميادين إلى طهران، أشكرك جزيل الشكر. من جهتها قالت جين بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إذا لم تقبل إيران بشكل كامل وعلانية بيان جنيف 2012 بشأن إقامة حكم انتقالي في سوريا، يجب إلغاء دعوة الأمم المتحدة إيران للمشاركة في مؤتمر جنيف 2. التحضيرات الأخيرة لمؤتمر جنيف 2 كانت محور اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرجي لافروف. وقالت الخارجية الروسية إن الاتصال جاء بطلب من الجانب الأمريكي، وإن البحث تناول سبل إيجاد حل سلمي للأزمة السورية والتزام الأطراف المشاركة بتنفيذ مقررات مؤتمر جنيف 1. ميدانيا، أفاد مراسل الميادين بأن الجيش السوري أحبط محاولة تسلل مجموعة مسلحة باتجاه جوسي جنوب القصير وقتل وجرح جميع أفرادها. وفي ريف دمشق أكد أحد القادة الميدانيين بصدنايا في اتصال بالميادين مقتل العشرات مسلحي جبهة النصرة ولواء التوحيد أثناء التصدي لمحاولتهم الهجوم على المدينة. مع استمرار المواجهات بين تنظيم داعش وباقي المجموعات المسلحة شمال سوريا، تتجه الأنظار إلى منطقة جسر الشغور كساحة جديدة لهذه المواجهة. طارق علي. جسر الشغور إحدى المدن المرشحة في الشمال السوري لتكون جبهة مشتعلة بتمدد المواجهات بين داعش وخصومها كجيش المجاهدين والجبهة الإسلامية في البلدات المحيطة، ولا سيما في خربة الزهراء وخربة عمود وجميلية. وبعد هدنة غير معلنة عاشتها المدينة بين الجيش السوري والمحيط الملتهب، اخترقتها محاولات تسلل واشتباكات محدودة. منطقة جسر الشغور هي صايرة عقدة اتصال وصل بين المنطقة الساحلية والمنطقة الشمالية، حاولوا مرارا وتكرارا بأن يدخلوا إلى منطقة جسر الشغور، ولكن لم يستطيعوا ولن يستطيعوا إن شاء الله. قرب المدينة من الحدود التركية وتحكمها بعقدة مواصلات وطرق الإمداد بين مدينة إدلب والساحل السوري وحلب جعلها نقطة استراتيجية. الجيش حصن دفاعاته فيها وصد كل محاولة للاختراق أو لسيطرة المسلحين عليها. رغم توسط المدينة لمحيط ساخن من كل جهاتها،
وقد تعرضت في تموز الماضي لمحاولة هجوم فيما سمي يومها بمعركة التوحيد والإخلاص لتحرير جسر الشغور. تمكن الجيش من صدها سريعا وأسقط أعدادا كبيرة للمسلحين. تكمن المخاطر الأمنية بالقذائف الهاونة اللي بتتساقط على منطقة جسر الشغور بين الحين والآخر. والله بنسمع عن طلقات إيام من الجهة الغربية هيك على البلد. نحن والله نازحين من معركة النعمان. جينا قعدنا هون الحمد لله وعايشين الحمد لله. جسر الشغور أولى الجبهات المشتعلة في الحراك المسلح بعدما عرف اسمها من خلال مجزرة راح ضحيتها أكثر من 100 جندي في مفرزة للقوى الأمنية قيل أن مسلحين محليين ارتكبوها. كان ذلك في حزيران يونيو عام 2011. عين المسلحين على جسر الشغور بين مدينة إدلب والساحل، النقطة الأهم على طريق الإمداد والتعزيز للجيش السوري. بقاء الأخير مسيطرا على المدينة يقطع على المسلحين إمكانية حصار مدينة إدلب وربط الجسر بالحدود التركية. من مدينة جسر الشغور في ريف إدلب، طارق علي، الميادين. فيما تتكثف المساعي لإيجاد حل سياسي لحصار مخيم اليرموك، يستمر الاستعداد للمعارك على خطوط التماس في قلب المخيم. الميادين استطاعت الدخول إلى مناطق التماس بل وإلى غرفة العمليات العسكرية للفصائل الفلسطينية المشاركة في القتال. هذا الحائط هو آخر خطوط الفصل بين المقاتلين الفلسطينيين من جهة وبين مسلحي المعارضة المتمركزين داخل حي السعادة في قلب مخيم اليرموك. خطوط التماس في المخيم عرضها حائط أو شارع أو بضعة أمتار فقط. هلا هذا الشارع لحد الفاصل اللي كان بيننا وبين المسلحين، احنا بهذا البناء وهن بهذا البناء، يقمصوا علينا من هذا البناء، كنا نطلع من هذا الباب اللي هون بالحارة، نجي لهون، فلقينا مخدة فيها كاميرا صغيرة، يرصدونا منها حركاتنا. المخيم الذي كان سوقا مزدهرة وعنوانا لنحو مليون شخص حولته المعارك إلى أطلال. قمنا ببدء العملية العسكرية ب 15/10/2013. من 3 أشهر. طبعا من 3 أشهر للضغط على المسلحين للخروج من المخيم وعودة الأهالي إلى المخيم. ونحن بدء العملية كان تجمع قواتنا بمحيط البطيخة، دوار البطيخة وبهالمنطقة هاي. وخلال عمليتنا العسكرية تمت السيطرة على هذا الجزء من المخيم. الدخول إلى عمق المخيم تطلب العبور بين أنقاض مبان وكمائن ودشم تؤكد دقة الوضع الميداني. هذا الموقع كان من أهم المواقع لتواجد المسلحين فيه، يعني نحن بنسميه مركزية المسلحين. شارع اليرموك أو ما يسمى بمحور الموت، نظرا للقنص المتبادل عبره يشهد على التكتيكات العسكرية التي يتبعها مسلح المعارضة. هلا في هذا النفق هون من نص شارع اليرموك لجوا للحارة كان المسلحين بتسللوا عليه ويقوموا بقنص المدنية. خلال وجودنا داخل المخيم شهدنا بدورنا تفجير أحد الأنفاق التي كان يستخدمها المسلحون. ملاك خالد من خطوط التماس في مخيم اليرموك في دمشق، الميادين. نبقى في مخيم اليرموك حيث تواصلت عمليات إدخال المساعدات الغذائية للمخيم، فيما بدأت بالتوازي عملية إخراج عشرات المرضى عبر الهلال الأحمر الفلسطيني. هنا مدخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق. عمليات إخلاء المرضى وكبار السن قد بدأت اليوم في خطوة قد تخفف المعاناة عن القاطنين داخل المخيم وقد تمهد لحل أزمة اليرموك سياسيا. اليوم الآن بدأنا بإخراج الحالات الإنسانية المرضية التي كانت تعاني من نقص الأدوية والأغذية، فالآن بدأت تخرج الحالات بفضل الله سبحانه وتعالى من أجل إتمام معالجتهم ضمن المشافي، وهذا يعني نتقدم بجزيل الشكر للجهات المعنية متمثلة بالحكومة السورية وكل الأطراف الذين قاموا بمساعدتنا من أجل إخراج هذه الحالات. العملية أسهمت فيها منظمتا الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر السوري ووكبتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا التي أبدت رضاها عن سير العملية. يعني إحنا أهم شيء عندنا هو مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في داخل المخيم لأنهم كانوا يعانوا معاناة شديدة، ونحن الآن مسرورون جدا لأن نجحت العملية بالأمس، وإن شاء الله اليوم كمان العملية بتنجح بإذن الله تعالى ونشوف النتائج. النتائج إن شاء الله اليوم على الأقل نشعر فيها ومن المسها بإذن الله تعالى. آهات ودموع ووجع يروي هؤلاء بعضا من معاناتهم داخل المخيم. الأطفال ميتين، أولاد ابني
منفخين خالصين من السوائل هذا الاندومي ما اندومي ما عايشين على السوائل بس انا صابني احتشاء خلفي ميادين على طول موبايل احتشاء ما في ادويه لي شي شهر ونص بهاي الحاله نوم ما بنام 500 سلة غذائية تدخل مخيم اليرموك اليوم أيضا خطوة على طريق طويل قد تغيث المدنيين داخل المخيم محمد الخضر من مدخل مخيم اليرموك جنوب دمشق الميادين في غضون ذلك كشفت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية نقلا عمن وصفته بأحد المنشقين عن تنظيم القاعدة بأن التنظيم يدرب مئات البريطانيين المقاتلين في سوريا كي يصبحوا جهاديين ويحثهم على شن هجمات بعد عودتهم إلى بلادهم. وقال المنشق الذي عرف بل عرف عن نفسه باسم مراد وكان ينتمي إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام للصحيفة البريطانية أن مجندين آخرين من أوروبا والولايات المتحدة تدربوا أيضا على تفخيخ سيارات ثم عادوا إلى بلدانهم كي يشكلوا خلايا إرهابية. وأضاف مراد أن الأجانب كانوا فخورين بعملية 11 من أيلول سبتمبر بهجمات لندن. ونقل عن أمريكي قوله إنه يحلم في تفجير البيت الأبيض. ووصف مراد التدريبات لدى تنظيم داعش في العراق بأنها قاسية جدا. هذا وتقدر أجهزة المخابرات البريطانية بحوالي 500 عدد المقاتلين البريطانيين في سوريا. تبدأ إيران والدول الستة المعنية بملفها النووي تنفيذ اتفاق جنيف النووي الذي أبرمه الجانبان في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقد إطلاع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعضاء في الكونغرس على تفاهمات شفهية تحدد الجوانب الفنية لتطبيق الاتفاق مكررا نفيه تضمنه بنودا سرية. تقرير رولا بحصون. بعد نحو شهرين من اتفاق جنيف النووي بين إيران ومجموعة الخمسة زائدا واحدا ها هو الاتفاق يدخل حيز التنفيذ. اتفاق تاريخي يضع طهران أمام خيار التزامها بمضمون الاتفاق. خفض نسبة تخصيب اليورانيوم من 20% إلى 5. تحويل اليورانيوم المرتفع التخصيب إلى وقود يستخدم في تشغيل مفاعل طهران للبحوث الطبية. شروط يقابلها رفع العقوبات على إيران والإفراج عن ودائع مجمدة في الخارج. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يأمل أن يؤدي الاتفاق مع القوى الكبرى إلى تسوية شاملة حول البرنامج النووي. وبرأي ظريف أن الاتفاق سيفتح الطريق إلى مفاوضات جدية من أجل حل شامل. مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كاترين أشتون التي تعتزم زيارة طهران خلال الأسابيع المقبلة أملت أن يكون هذا الاتفاق فرصة للتقدم والنظر في اتفاقية أشمل قريبا. وتنفيذا للاتفاقية وصلت فرق تفتيش تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران يوم السبت. فرق تشرف على تنفيذ الاتفاق النووي على أن يرفع تقارير متتابعة لإثبات الصدقية أو عدمها حيال التزام إيران بالاتفاق وفق خريطة الالتزامات المتبادلة. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالح أن بلاده ستقوم بدءا من اليوم بتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بصورة طوعية. صالح أكد أن مسار حل الأزمة المفتعلة بشأن برنامج إيران النووي ماض إلى الأمام. الدبلوماسي الإيراني أوضح أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران لتمهيد أرضية تنفيذ الاتفاق وأنهم سيزورون اليوم مفاعل نطنز. من جهته طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الاستخبارات الإسرائيلية اكتشاف أي خرق بالالتزامات التي أخذتها إيران على عاتقها أمام الدول الكبرى في إطار الاتفاق النووي مع الغرب. طلب نتنياهو كشفت عنه صحيفة معارف التي أضافت أن صانع القرار في القدس استنبطوا حقيقة استبعاد عملية عسكرية أمريكية لوقف البرنامج النووي الإيراني خلال العام الجاري. هنأ الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الشعب المصري بإقرار الدستور الجديد. منصور وفي كلمة له اعتبر أن الإقبال الجماهيري غير المسبوق في تاريخ ديمقراطيات الوليدة يدل على أن المصريين يسيرون في الطريق الصحيح، كما اعتبر أن الدستور الجديد تجسيد للمطالب الثورية المشروعة.
لقد وضعنا بإقرارنا دستورنا هذا أولى لبنات مصر المستقبل، لنبني وطنا يكرس الحرية والديمقراطية، يتخذ من الحق والعدل منهجا للعمل والحياة، يحفظ لكل إنسان حقه في العيش والحرية والكرامة الإنسانية. لقد أحسنتم الاختيار في أول استحقاق لخارطة طريق مستقبلنا، وإنني لعلى ثقة في أنكم ستحسنون الاختيار على مستوى الاستحقاقين المقبلين. رفض الإخوان المسلمون في بيان لهم نتيجة الاستفتاء في مصر، وقالوا إن ما وصفوه بالاستفتاء الباطل تم تزويره. وأضاف البيان أن الذين أهدروا إرادة الشعب التي تجلت في 5 استحقاقات انتخابية لا يمكن أن يجروا استفتاء نزيها، لأن نتيجته ستكون رفضا للانقلاب العسكري. وأضاف البيان أن الاستقرار لن يتحقق إلا مع العدل والحرية والكرامة. أعلن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نيسان أبريل. بن فليس أعلن في مؤتمر صحفي أنه يسعى إلى تحقيق مشروع وبرنامج وطني وحيوي من أجل الجزائر، وأضاف أنه لا يحق لأي كان الادعاء باحتكار الوطنية أو تنصيب نفسه منقذا وحيدا للمصلحة الوطنية بحسب تعبيره. قررت الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2014. علي بن فليس زعيم حزب الأغلبية السابق والغريم التقليدي لبوتفليقة يعلن عن دخول سباق الرئاسة في الجزائر للمرة الثانية. قوة علي بن فليس في هذه العملية هو أولا التفاف شرائح كبيرة من الشباب، التفاف شرائح كثيرة من المجتمع المدني وإطارات مختلفة، إطارات يعني مجموعة كبيرة من الإطارات الجزائرية. أحزاب السلطة سبقت الزمن وأعلنت عن دعمها المطلق لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. هذا الأخير لم يعلن بعد عن نواياه، فيما انعدمت حظوظ رئيس الحكومة الحالي عبد الملك سلال بعد تعيينه على رأس اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات. لا نخاف من مترشحي الأحزاب، لذلك نحن ندعو جميع الأحزاب بأن تتقدم للترشح ونخوض حملة انتخابية ديمقراطية يشارك فيها الشعب وتكون عرس لكل الجزائريين. في انتظار أسماء أخرى قد تدخل سباق الرئاسة يحظى المحامي والأمين العام الأسبق لجبهة تحرير الوطني علي بن فليس باهتمام من طرف المراقبين والذين يراهنون على برنامجه الانتخابي وتصوره للمرحلة المقبلة. من صعب جدا بالتنبؤ بحظوظه، لكن لو كانت سباق على برنامج أو كانت هناك انتخابات شفافة وحقيقية ونزيهة سيكون لديه حظوظ كبيرة. بين التفاؤل والتشاؤم، لا حديث في الجزائر إلا عن الانتخابات ومرشحيها، خاصة بعد انطلاق حملة جمع التوقيعات. انتخابات قد تزداد إثارة بترقب إعلان بوتفليقة من عدمه لعودة رابعة. سمع عبد النور، عاصمة الجزائرية، الميادين. من جديد صباح الخير مشاهدينا، نبدأ عناوين الصحف العربية لهذا اليوم مع صحيفة الوطن العمانية ونقرأ فيها: سوريا تدعو لتحالف دولي ضد الإرهاب والجيش يحبط فتح الجبهات، الأمن التركي يشك في شاحنات الاستخبارات، وفرنسا قلقة على شبابها، الجيش العراقي يشن عملية واسعة في الرمادي، مصابان في غارة على غزة والاحتلال يلوح بالتصعيد. من صحيفة الوطن العمانية ننتقل إلى صحيفة القدس العربي ونقرأ فيها: حمدين صباحي يحذر من عواقب ترشح السيسي للرئاسة، نتائج الاستفتاء على الدستور وانخفاض مشاركة الشباب تعقد الحسابات. الرئاسة السورية تنفي تمسك بشار الأسد بالسلطة، الجبهة الإسلامية ترفض محادثات جنيف، وداعش تدعو للصلح. في القدس العربي نقرأ أيضا: مصدر رئاسي يمني للقدس العربي، اعتمدنا تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم ولا خوف على الوحدة. ننتقل الآن إلى صحيفة البيان العراقية: المالكي دول شيطانية خائنة في المنطقة تمول الإرهاب في العراق، بايدن يجدد للمالكي دعم العملية العسكرية
دعم العملية العسكرية في الأنبار وانطلاق حملة واسعة في الرمادي، وفيها أيضا الأردن لا مانع من تدريب القوات العراقية على مكافحة الإرهاب. إلى صحيفة الشرق الأوسط ونقرأ: إهانة القضاء تهمة جديدة لمرسي، خادم الحرمين يتلقى برقية شكر من الرئيس المصري. الائتلاف يختار وفده إلى جنيف 2 وسط ترحيب دولي، 1000 لاجئ فلسطيني من سوريا في الأردن بوثائق مزورة. ننتقل إلى صحيفة السفير اللبنانية: مشروع الحكومة يواجه الشهيات المفتوحة، طرابلس من يطلق النار على خيار الحريري. وفي الشأن السوري كتبت السفير: معركة أولويات جنيف السوري، تقاسم السلطة ثم مواجهة الإرهاب أم العكس. ننتقل إلى صحيفة الوطن السورية: الرئيس الأسد لقيام تحالفين دولي وإسلامي لضرب الإرهاب والوهابية. رئاسة الجمهورية تعلن أن كل ما تنقله أنترفاكس غير دقيق. ونقرأ أيضا: طهران تدعو إلى مقاربة واقعية لحل الأزمة، ترحيب دولي بمشاركة الائتلاف بجنيف 2 ودمشق تؤكد على محاربة الإرهاب. أخيرا إلى صحيفة البلاد الجزائرية: بنفليس يعلن ترشحه لرئاسيات 2014، لست الرجل الخارق ولا أعد بالمعجزات. وأخيرا: الفتنة تطل مجددا بغردايا والسكان يطالبون بالردع. هذا أبرز ما جاء في عناوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم. عودة إليك فتون.